واشغل الجوال حق واتصل على التليفون اللي داخل بيتنا اول ما قال الو عرفت ان اللي رد علي امي قال لي راح اقول لك كلام راح يصعق معاك ضابط في الاستخبارات السلام عليكم مساء الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله أول شيء الله يعطيكم ألف عافية ويسخر لكم يا رب ملائكة في السماء وجنودا في الأرض ويرزقكم لين يغنيكم يا أخي شكرا على الكلام الجبار اللي قاعد أقراه سواء في كومنتات اليوتيوب أو سواء في كومنتات السناب شكرا بما تعنيه الكلمة قسم بالله العظيم إن هذا الكلام يحفزني ويحمسني إني أنزل مقاطع أكثر وأكثر شكرا للناس اللي قاعدة ترسل قصصها بشكل كثير الله يعطيكم ألف عافية ولكن يا جماعة الخير قربنا على الم... مليون متابع، لا تنسى حبيبي وعزيز المتابع، تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، وتضغط على زر اللايك، باقي لنا شوي يا جماعه الخير ونوصل مليون متابع، حرفيا متحمس لهذه اللحظه بكامل قواي العقليه والجسديه، وخل نبدا يا جماعه الخير في قصه اليوم، قصه اليوم يا جماعه الخير قصه مختلفه، والله اني ما ابغى اقول هذه الكلمه بشكل كثير لاني قسم بالله العظيم ما ابغى افقد لذتها، ولكن قصه اليوم لو انعرضت في احد الافلام راح اسلمها جائزه افضل الافلام اللي موجوده عندنا قصة اليوم مختلفة لأبعد درجة مثل ما انتم عارفين القصص حكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون يلا خلنا نبدأ قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه سالم سالم يقول عائلتنا عائلة كبيرة مرة يقول من أكبر العوائل ممكن الموجودين عندنا في المنطقة يقول عندي إخوان واجد من كل مكان يقول كنت أدرس في ذاك اليوم في صف الثاني ثانوي مثل ما انتم عارفين في مرحلة الثانوي تبدأ مرحلة تكوين العلاقات داخل المدرسة وكل واحد يختار له صديق لي ناسبه والصديق اللي يكون على جوه سالم يقول يا جماعه الخير تعرفت على شخصين هناك شخص اسمه عبد الرحمن وشخص اسمه علي كنا في لحظه الدراسه وفي عطله نهايه الاسبوع كنا نجتمع سوا ونلعب سوا يقول المهم ما في ويكند حرفيا او اجازه نهايه اسبوع الا احنا نتقابل فيه يقول خلاص هذا الشيء صار معتاد يقول بعد ما خلصت مرحله الثاني ثانوي والثالث ثانوي جت يا جماعه الخير المرحله اللي جاء فيها البلاي لا مو البلاي بس المرحله اللي دخل فيها البلاي واللعب بالبلاي عن طريق الاونلاين يقول علي اول واحد شرى السوني يقولوا كل يوم يقولنا والله في لعبه جديده والله يا هو حماس وكان يعزمنا البيت ونروح للبيت ونشوف السوني هذا اللي يلعب فيه ونلعب معه ويقول انك تقدر برضو تدخل مجموعه وتتواصل مع الناس اللي في المجموعه وتقدر تلعب عن طريق الانترنت مع ناس برا منطقتك يقول في البدايه هذا شيء جديد علينا ولكن اضاف لمسه كبيره لعالم سوني حرفيا او لعالم الالعاب يقول المهم صملت في ثالث ثانوي اول ما اتخرج من ثالث ثانوي راح تكون لي نجاح اللي هي عرفتوها اذا واحد نجح من ثالث ثانوي او الجامعه يجيبون له اللي هو يبغاها او يجيبون له الهديه اللي هو يبغاها بالاخص يقول سالم انا قلت مدى ابوي اسمع يبه. انا ابغى اول ما اخلص من ثالث ثانوي ابغاك تشتري لي البلاي وش البلاي هذا يا ولدي المهم قام سالم يشرح لابوه وش هو البلاي ستيشن العب العاب الكترونيه واتواصل مع اخوي عن طريق الانترنت افضل ما اطلع في الشارع كلامه كان منطقي واقنع ابوه يقول المهم حرفيا يقول من بعد ما شريت البلاي ابوي ملاحظ علي اني انا ما اطلع الشارع ابد حياتي كلها مسجد وبيت مسجد وبيت وعلى هذه الحاله يقول في ذيك الايام احنا في حركه علمني اياها واحد من اخوياي اللي هي اني اطلب لي عشاء واتعشى واسولف مع اخوياي في نفس المجموعه وهم قاعدين يلعبون واذا خلص اكلي اكمل لعب طبعا الشيء هذا اللي قاعد تشوفه الان تحسه شيء عادي ولكن في لحظه ثوره البلاي ستيشن والالعاب الالكترونيه الشيء هذا مختلف نهائيا كان شيء له لذه وانا من الناس اللي لحق على هذه اللذات يقول المهم سالم يقول كنت متعود على احد المطاعم اللي قريبه عندنا اتصل عليه واطلب منه الطلب ويجي يوصله لين باب بيتنا يقول طبعا اخواني واجد في البيت واحاول اغبي الاكل عشان ما ينتبهون له يقول فانزل تحت كذا معي تيشيرت وحط الاكل تحت التيشيرت وارقيه جوه الغرفه عشان ما حد ينتبه اني ان يعني انا جايب اكل لين فلوسي على قدي وهم يقدرون يطلعون يروحون يشترون يقول ولكن انا كنت دائما الشخص المميز عند امي احب امي بشكل غير طبيعي اي شيء تبغاه اسويه يقول بعكس اي شخص في البيت يقول لو قالت لي امي طف السوني وروح ودنا او جبنا يقول تحصلني من اول الناس اللي يقول سمي يا يمه وامري وش بغيتي بس المهم عرفنا ان سالم شخص مقرب من امه بشكل كبير مره يقول سالم في يوم من الايام اتصلت على المطعم وطلع الجوال طيط 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 يقول ودق عليه طوط طوط يقول شوي يرد عليه حق المطعم قال ايوه هلا وش تبغى؟ يقول طبعا حقين المطاعم ما يقولك لك السلام عليكم وعليكم السلام لا لا نهائيا يقول قلت له على طول الطلب حقي قال لي طيب تعال استلم الطلب قلت له لي ليه ما في توصيل اليوم؟ قال لا والله السياره عطلانه ولا نقدر نوصل اليوم اي طلبات يقول المهم وانا نازل الا قابلت ولد عمي عند الباب قال لي سالم ها وين بتروح؟ قلت والله بروح اجيب طلبي من هنا وبجي ماني مطول بالسياره ابو ثلاث اربع دقائق قال لي زين ابغاك اذا رجعت ابغاك تخوينا الاستراحه قلت له ليه وش السالفه؟ قال مشينا نغير جو اوريك اخوياي وفي برضو ناس انت تعرفهم قلت والله انه ما في وقت قال يا رجال لازم تروح معي قلت خلاص اجل عطني وقت بروح للمطعم بجيب اكلي وبرجع قال لي زين زين وترى اخوك بيجي بعد شوي هنا قلت له من اخوي قال اخوك الكبير طبعا مثل ما قلت لكم اسره سالم اسره كبيره مره وفي عنده اخوان كثير يمكن حوالي 14 اخو قال بالله بيجي قال لي والله بيجي هنا ننتظرك ونروح سوا قلت له زين اجل بوصل المطعم بجيب اطلبي وبجي قال لي لا تتاخر واحنا في انتظار يقول سالم والله واشغل السياره تشنن واطلع على الطريق يقول وقف كذا عند المطعم بسرعه كذا على الطريق حتى موقف خطا يقول طفيت السياره عشان بس ما حد ياخذ السياره ويمشي ونزل يقول لكن يوم نزل شفت موقف منيت اني ما قد شفته في حياتي شفت موقف جديد على ثقافتنا شفت موقف جديد على الأمة الإسلامية كلها شفت موقف أول مرة أشوفه في حياتي ويصير قدامي يقول الموقف هذا كنت أسمع حرفيا في تويتر في برامج التواصل الاجتماعي يقول ولكن أشوفه قدام عيني كان هذا الموقف مستحيل يقول شفت شخص يقول عمره في الستة عشر أو السبعة عشر سنة يقول الرجال هذا يعني حول سني أو أصغر منه يقول قاعد يتكلم على حرمه ويتفل عليها وقاعد يقول لها كلام بذيء يقول أنا وجعني قلب قلت يكون ذي أم امه ولا اخته، هذا وين وصل لاي مرحلة من التخلف، والمعروف يا جماعة الخير عندنا سواء في السعودية او في الاوطان العربية ما حد يرضى ان المرأة تستنقص في اي شيء، حتى لو كانت على خطأ لازم توقف معه، الا اذا كانت في اسباب خادشة لهذه الاعذار، ولكن يقول سالم احنا من يوم ما تربينا واحنا على هذه الحالة، اي بنت قدامي تغلط عليها ما ما له داعي تروح تحاسبك الحكومة، لا لا لا، راح نحاسبك احنا كمواطنين، يقول سالم هذه حالتنا وهذه الثقافة اللي تربينا عليها مستحيل تطلع شيء هذا من راسي يقول ولكن انا رحت عند الرجال هذا قلت خلني بفكه شوي يقول امسكه كذا ويقول سالم برضو كان جسمه شوي مليان ومتعافي وقوي وعريض شوي يقول ما شاء الله يعني كان في طاقه جسمانيه هائله يقول قمت كذا وخرت الرجال وحطيته على جنب ومسكته كذا قلت ميد الحر ما الحرمه تعرفينه قالت لا والله ما اعرفه وش السالفه وليه انت تتفل عليها وتتكلم عليها كلام بذي قال انت مالك دخل يقول المهم يمسكني ويخنقني يقول يوم خنقني وانا اخنقه يقول ونصير نتشاد باليدين يقول هو يخنقني وانا اخنقه ويخنقني وانا اخنقه يقول المهم انا كان هدفي حرفيا السلام ما ابغى اي شيء منه، كنت ابغى اهدي الموضوع ولكن وجعني قلبي والحميه عندي ارتفعت شوي مستحيل اشوف حرمه قدامي قاعده تنهان، يقول مسكته كذا وحطه على السياره، قلت اسمع انا جاي هنا افك بينك ولكن قسم بالله العظيم لو ما تعقل اني لا اوطى عليك، يقول قال لي الرجال هذاك تخس يقول يمسك راسي كذا ويحاول يدفني على السياره، يقول اول ما شفته كذا وامسك راسه بيدي الثنتين واخبطه في بدي السياره، يقول الا تسمع ددف في الباب، يقول حتى الباب بنعفق. يقول قام وهو قاعد كذا قاعد كانه يدوخ انا وريك يا ب... يقول يخنقني واخنقه من جديد واضرب راسه في المرايه حقت السياره عرفتوها ذي اللي تناظر من يمين ويسار يقول واضرب راسه في المرايه يقول لا تسمع صوت كسرة المرايه والقزاز جاف وجهه وطقه كانت قويه مره يقول الا طاح على الارض وما عاد تحرك يقول فجاه ناظر يمين ويسار الا الحرمه اختفت ولا الناس يتجمعون وش صاير وش فيه مدري ايش يقول أحاول اختفي من بينهم واركب سيارتي وانحاش طلب اللي طلبته مستحيل أخذ لو يموتون يقول انا قلت في راسي انا سويت جريمه بس ما ادري سويت ولكن اللي اعرفه قبل ثمان دقائق كنت في البيت ابغى العب سوني وكنت داخل مع أخوياي قلت لهم راح اجيب الاكل وارجع الان انا ليه سويت هذا الشيء كله ما ادري يقول المهم واسرع سيده لين ادخل حارتنا وادخل عند الحاره يقول وامشي شوي شوي بالسياره ومطفي النور عشان ما حد ينتبه لي ووقف عند البيت يقول فجاه لا اخوي الكبير ولد عمي قدامي قالوا لي ها سالم بتروح معنا للصراحه يقول قلت لهم لا والله ماني رايح والله يستر عليكم يقول المهم طفيت السياره وجيت كذا بنزل وافتح الباب طرقق وانزل من عند الباب وامشي يقول ما انتبهت إن على قمي اللي انا لابسه كان فيه دم يقول الا شافني اخوي الكبير قال لي سالم تعال ايش فيك قالوا ايش انت مسوي وذا الدم وشو يقول قلت له اي دم صاير انا طبعا سويت نفسي مجنون وناظر كذا الا والله يا جماعه الخير قميصي والبنطال حقي كله دم قال لي وش انت مسوي علمني وش انت مسوي طق احد ذابح احد قلي لي يقول قلت له كذا بخوف قلت والله اي طقيت مع واحد عند المطعم قال لي طقيت معه وهل أنا مسوي فيه شيء يقول قلت له لا ما طعنت ولكن الرجال مد يده وكان يتكلم على حرمه وخذته وصمخت فيه السياره لين كثرة القزازة وانحش قال الرجال صاحي ولا ما هو بصاحي مات ولا ما مات يقول يوم قال لي مات ولا ما مات يقول صدق لا يكون الرجال مات لا يكون الرجال طقيته عند المطعم فارق حياته يقول قلت له والله اسمع انا والله ما ادري هو مات ولا ما مات يقول له يصمخني اخوي بقوه قال لي سالم صح صح وش سويت انت وش سويت قال لي يقول قلت له اخوي اللي اعرفه اني انا طقيت الرجال هو مات ما مات والله ما ادري اللي يقول لا اسمع اخوي يتحسب حسبنا الله ونعم الوكيل انتم إيش بتسوي فينا كل من ذا السوني وكله ما ادري ايش يقول قام يحط اعذار ما له دخل قال لي امشي امشي وركبني السياره قال امش من داخل البيت امشي قال وين جوالك قلت معي قال في احد دق عليك قلت لا قال لي وين مكان الشخص اللي ضربته قلت عند المطعم يقول يطلعون بالسياره يمين يسار طق 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 الا المطعم في وجيههم صدق يحصون الشرطه متجمعه والاسعاف جاي يقول السالفه كبيره ناظر فيني كذا اخوي وانا كنت راكب ورا في السياره قال يا سالم اتوقع ان الرجال مات بما ان الاسعاف والشرطه جايين بتوقع ان السالفه كبيره لو الرجال صحى كان ما جاء الاسعاف يقول لهم. قلت اخوي والله ما ادري قال مش مش, مش انا عارف ايش عفادك يقول لا ترد على اهلي واذا اتصلت عليك امي قل لها انك رايح مع اخوك الكبير خلاص زين زين يقول المهم اخوي انطلق فيني ومر محل قال انزل اشتر لك كذا لبس قلت ليه قال اشتر لك كذا لبس انت ما تفهم اشتر لك كذا لبس يقول اخوي كان في قمه غضبه يقول اخوي هذا اكبر مني ترى يمكن 28 سنه 29 سنه ما هو صغير وهذا اكبر اخواني قلت له ابشر يقول وانزل واشتري لي يمكن حوالي اربع ملابس قال امشي الان راح نوديك المنطقه صحراويه يسكن فيها احد عمان وراح تعيش عنده وعند الابل حقه وشو وش السالفه وش الموضوع قال يعني بعلم كذا وصلت هناك يقول يوم قربنا لين المنطقه البريه هذه صد الا اخوي الكبير قال لي اسمع الرجال اللي طقيته ممكن مات وانا الحين راح نزبنك عند عمي والرجال هذا لو مات ترى راح يقصور رقبتك انت يقول اول ما قال الكلمه هذه جاني كهرب في كل جسمي قلت هل من الممكن انا اصير قاتل مستحيل ما وصلت لهذه الوحشيه ما وصلت لهذه الدناء أو هذه المرحله اني اذبح انسان يقول ولكن كنت في قمة غضبي ليه يتكلم على الحرمة يقول لهم قاطعني أخوي الكبير وقاطع كلامي قال هذا حنا الآن وصلنا عند الحلال أبغاك تنزل وتقعد في الخيمة اللي هنا بنتعشى أنا وعمي ولا تفتح معاه أي موضوع يقول صدق وننزل عند عمي وأقعد أسولف معه مرحبا يا عم كيف حالك طيب مرحبا من زمان ما شفتكم وينك يا سالم مختفي ما تجينا قلت والله يا عم إني من شغل ومثل ما أنت شايف وتوني مخلص دراسة قال يقول صار عمي يحلف علي إني أنا أقعد عنده ثلاثة أيام يقول واجب إنك تقعد عندي يا ولد أخوي وهذه حق الضيافه وانا عمك يقول قلت له ابد زين يقول احنا اصلا نبغى نقعد عنده عشان نزبن من الشرطه ونزبن اذا كان في قتل او لا يقول سالم انا من بعيد قاعد اشوف اخوي وهو قاعد على جواله كل شوي قاعد يحدث السناب ويحدث البرامج اللي عنده ما ادري ايش صاير يقول فجاه لف علي يقول بعد مرور ممكن ما يقارب سبع ساعات ثمان ساعات يقول اخوي لف علي الجوال قال لي شف قال هذا خويي في الشرطه يقول قبل ساعتين جاتنا حاله قتل وهو يرسل الاخبار دائما في الجروب يقول شوي الاخوي الكبير نظر فيني كذا يعني بنظره حاده وقع يا سالم حان الوقت اللي تستلم فيها متعتك ولا تشوفنا ولا تعرفنا قلت ليه وش السالفه قال انا اعلمك السالفه قم عند عمي يقول سالم ونروح عند عمي يقول ونقول ميد عمي السالفه انه صار كذا 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 يقول عمي غضب غضب شديد يقول قام عمي وسحب السلاح حط السلاح كذا في وجهي قال اسمع يا سالم احلف يمين انك انت كنت تدافع عن شرف مره احلف يمين يقول صرت احلف العمي اقسم بالله العظيم اني انا شفت هذا المنظر قدامي ولا تحملته طقيت الرجال والرجال عاد مات والله يرحمه بعد ما قلت الكلام هذا لعمي يقول صار عمي نام ناظر فيه كذا ونزل السلاح قال اسمع يا سالم الله يكون في عونك وتحمل قلت, قلت له وشو قال راح نطلعك من دولتنا ونوديك لدوله ثانيه تهريب يقول قلت كيف تهريب يا عم قال راح تعرف كيف تهريب ولكن جوالك وينه ياخذ جوالي ويقطه في النار قبل ما يقطه في النار طلع الشريحه وكسرها ورماها قال الان اسمك ما هو سالم ولا عندك جوال ولا عندك هويه عطني ساعه وراح اجيك لا تتحرك من هنا يقول بعد ساعه صدق جاء عمي ومعاه بكب او ونين. يقول في تانكيين زرق ورا في الصندوق قلت شو السالفة يا عم؟ قال السالفة الله يسلمك انك راح تطلع تهريب اليوم، وهذه التوانكي اللي ورا توانكي بنزين، إذا نقص البنزين عندك داخل السيارة وصل لين اللمبة انزل وعد، غير لا تعدي، وحافظ عليه ترى الله راح يوصلك لين الحدود، لو نقص أو استخدمت أو ضيعت في الطريق اللي راح أوصفه لك حرفيا راح تتوه وتكمل طريقك كله مشي، قلت له يا عم أنت صادق؟ تبغون تتخلون عني؟ قال ما أقدر أسوي لك شيء، أنت شخص قاتل. يقول كل ما قال لك كلمة قاتل تجيني حرفيا نفس الكهرب اللي يجي في راسي، يا عم انا ماني قاتل، والله اني ما قتلت احد، قال الا قاتل ونص، اسمعني واترك عنك الصياح ذا، الان راح الخيمة وريح وبعد ساعتين راح اتحرك قبل طلوع الفجر، وراح اجهز لك الخريطة والمكان اللي راح تمشي معه، وراح اجهز لك المؤونة كاملة، يقول صدق عمي انطلق وجاب المعلبات يا جماعة الخير اللي هي الزيتون والتونة، الاشياء المعلبة هذه اللي تكون عمرها طويل، يقول حطها معي في السيارة، يقول تكفيني المؤونة هذه حقت يومين ثلاثة ايام، يقول وانا يبغالي بالسيارة خمس أيام عشان أوصل للمنطقة الثانية عن طريق البر يقول طبعا ما راح أرقى للطرق المعبدة أو المزفلتة لازم يكون طريقي كله خفي وكله مع أطرقة سرية من قبل مخططة يقول المهم قبل الفجر بشوي إلا عمي ناديني سالم يلا يا سالم يلا يقول يوم قال يلا حسيت بلحظة الوداع حسيت بشيء غريب قلت يا أخي قبل شوي كنت قاعد ألعب بلاي ومرتاح داخل بيتنا والآن أنا مكسور جوالي بلا هوية وبلا شريحة قاعدين يطالبوني اني اهرب من الجريمه اللي انا سويتها يقول صرت قاعد ابكي وصار ياخذني حرفيا الحزن رايح جاي يقول عمي ينادي وانا سافها ما ابغى ارد عليه يقول دخل عليه عمي وانا قاعد اصيح يقول عمي حرفيا كان رجال بما تعنيه الكلمه شخص ما ابغى يترك ولد اخوه كذا ولكن الدم يبقى دم يقول مسكني كذا وقال لي قال اسمع يا سالم انت الان تبكي هنا وانت بين جماعه البكاء هذا ما راح يفيدك عندهم ما راح يرحمونك ولا يقدرون استرجل وخلك رجال ولا ترهبك الامور ذي اركب الحين موترك وتوكل على الله يقول شجعني عمي بعض الكلمات التشجيعية يقول وافتح الباب واركب السيارة اللي عمي يشر لي قال يوقف شوي يقول لا يسحب رشاش ويعطيني إياه ويعطيني يا جماعة الخير أمشاط ثانية مع الرشاش قال اسمع يا سالم الرجال بدون سلاحة ما هو برجال يقول لو واحد فكر يقرب من عندك اطلق عليه الطريق اللي راح تروح فيه طريق خطير لأبعد درجة والله يحميك يا سالم يقول أنا قاعد أناظر المنظر ذا وأقول أنا شخص بعمر 18 أو 19 سنة وقاعدين يقولون لي أنت رجال ولازم تروح للمنطقة الفلانية هذيك وتهرب بنفسك في الدولة ذيك وتعيش فيها ومعطيني سلاح وش السالفه انا لحد الان مخي ما هو مستوعب اني الان تحولت من شخص كان يعيش حياه طبيعيه الى شخص هارب من العداله يقول والله واشغل سيارتي واسمي بسم الله وانطلق يقول واخلي سلاحي جنبي يقول في ليل حرفيا وعمي معطيني خريطه وتوصيفات يمين ويسار حرفيا لو غلطت في غلطه ممكن اروح في مكان وانصاد فيه بطريقه سهله يقول لازم اكون مركز لابعد درجه يقول انا قاعد امشي بين الحصيان ذي وبين التربان ورقه فوق يمين يسار يقول طلعت الشمس علي يقول وصار الطريق سهل يقول واصير احط رجلي لين باقي شوي وينتهي البنزين يقول وانزل من السياره قعدت افكر كذا يا الله هل هذا حلم اللي انا فيه ولا وليش السالفه يقول المهم الجالون هذا كبير اللي فوق عرفتوها ذي الزرق الدوائر يقول حاول انزلها شوي عشان اغرف منها يقول وانا منزلها يقول الا ينكب حرفيا ربع اللي موجود في التانك يقول والربع ذا يكفي يكفي حرفيا المسافه كبيره توانكي هذه كبار يقول لا يصير يصب يصب على يعني رجلي وفخذي وصدري يقول وحاول ارفع بقوه ارفع بقوه يقول ما رفعته الا باقي فيه فوق النص يتلحون الحين ارجع اخذ اغراضي ولا اكمل الخطه اللي رسمها لي عمي والباقي اكمله مشي يقول قلت اقول خلني اعبي البنزين وامشي يقول أصير اعبي السياره لين امتلت فل واطلع اكمل طريق وكل طريق بري وقاعد امشي على نفس الخط يقول المهم جال ليل وصرت اصرف في الاكل اللي جنبي واجد يقول جال ليل وجيت الله يسلمكم وجلست جنب جبل لو شرقت الشمس الشمس ما تضرب في عيوني يقول وقفت سيارتي وتكيت قلت يا اخي الحين انا وش اسوي وش الحياه اللي انا فيها والان ابغى اكلم امي بعد واشوف امي صار عليها واخوي ولد عمي يوم طلعوا من عند عمي وصار عليهم يا الله احس صارت لهم مشكله ويقول صار يجيني القلق يقول صرت قلق لابعد درجه يقول وصلت المرحله صرت افكر اقول توقع بما اني انا قاتل ليه ما انهي حياتي الان وافتك وافتك من العذاب اللي انا قاعد اعيش فيه الان او اني اروح واسلم نفسي ولا اسوي انا يقول صر صارت يقول صارت تتخالط علي الافكار من اني اسلم نفسي ولا اني يصير الشيء اللي ما يرضي ربي وقت نفسي يقول صارت تداول علي افكار شيطانيه كبيره يقول فجاه الا يباغتني النوم المهم حطيت راسي ونمت والنومه هذه حرفيا اغرب نومه قد نمتها في حياتي الا واصير احلم في عائلتي واهلي وامي بالذات وكان امي تسالني تقول لي يا سالم وينك يقولوا كان الحلم غريب شوي يقول بعد مرور ساعتين كذا الا فزعت من نومي واناظر نفسي وناظر حالي حاط يدي على سلاح ونايم وانا خايف يا الله وين وصلت فيك الحال يا سالم وصلت للمرحله هذه انك تنام وانت ما انت مرتاح يا ساتر وش ذا الشيء اللي انا سويته المهم صرت اناظر جنبي أناظر يمين يسار ما في أحد، وما جاني النوم من بعد الساعتين هذه اللي نمتها وكلها حرفيا أحلام وكوابيس، صرت أناظر يمين يسار وأسمع أصوات غريبة، أصوات غريبة في ذاك المكان، عرفت إني أنا جالس في مكان أتوقع مية بالمية ما قد وطاه أي بشري إلا من آلاف السنوات، يقول وأرفع المرتبة كذا شيط وأرفع ظهري وأقعد أناظر يمين يسار وأقعد على نفس هذه الجلسة، أقول أنا الحين وش أسوي؟ هل أكمل الحين طريقي في الليل ويكون الموضوع بدون نور وأحاول إني أقرب لأماكن بشكل كبير او اني اصبر لين تطلع الشمس وبعدها اتحرك في الشمس يقول وخاف اطلع في الليل وتبان انوار سيارتي المهم يقول قعدت اهوجس ما يقارب ساعه ساعه ونص يقول فجاه الا انا انام على حالي من جديد نمت وانا ما ادري عن نفسي شوي اسمع اصوات الذيابة جنبي واسمع اصوات الكلاب يقول بين منابح واصوات ذيابه يقول واشغل كذا السويتش حق السياره اللي تشتغل لي الساعه كذا على الشاشه اللي داخل الطبلون وناظر الا الساعه ثنتين ونص الليل قلت اصبر شوي والشمس بتشرق بعد ساعتين باذن الله واحرك بعد الفجر واقعد صاحي يا جماعه الخير لين جاء حرفيا وقت الشروق يقول وانزل على جنب واصلي صلاتي وكان طعم الصلاه في ذاك اليوم مختلف مره انا في قطعه ومنطقه ما فيها بشر ما فيها الا حيوانات مفترسه لا وبرضه هارب وكان قدامي ما يقارب 800 كيلو 700 كيلو بر المهمه صعبه مره يبغى يعني ثلاث ايام اربع ايام عشان اوصل يقول المهم والله هو اكبر واقعد اصلي صلاتي يقول وادعي ربي ان ربي يفرج همي ويبعد حزني ويفكري من المصيبه اللي انا فيها الان يقول دعيت ادعيه ما ادري من وين جب ولكن كل دعاء مر علي في عقلي قلته يقول درجة اني طولت في السجدة ممكن ما يقارب ثمان او تسع دقائق يقول بعدها قمت وسلمت وركبت سيارتي وشغلتها يقول الا تو الشمس طالع يقول وامشي بسيارتي حبة حبة وانزل من عند الجبل بالسيارة يقول كان الطريق ممهد وحصى يقول وانزل من الجبل واكمل طريقي اللي رسمه لي عمي وما ادري وين بوصل له. وما ادري وين بروح اصلا ومن بقابل هناك وكيف بحل موضوعي ذا يقول المهم أكمل طريقي في المنطقة البريق. يقول وأقطع ما يقارب 100 أو 120 كيلو يقول طبعا صرفية السيارة في البر أعلى من صرفية السيارة على الطرق المعبدة يقول كل شوي يفضل بنزين عندي يقول وأنزل وأعيد الكرة وأعبي السيارة بنزين يقول نزلت كذا وقعدت عند التانك حق البنزين ومعاي الجيلون اعبي يقول فجأة إلا في سيارة تمر من قدامي تبعد ما يقارب 100 متر حدوده يقول طبعا إذا كنت أنت في منطقة برية والمساحة مفتوحة أي شخص يمر من قدامك تشوفه لو بعد يا رجل 200-300 متر بالراحة يقول اشوف غبرت سياره قاطعه الطريق يقول على طول تخبيت وركبت سيارتي ونزلت من عند الرادميه بانزل على تحت عشان ما يشوفوني يكونون هم راعين السياره ذولي مرتفعين قلت ليه يكون هم قاعدين يدوروني في ذا المنطقه ويبغون يقبضون علي يقول لحد الان انا داخل حدود دولتي لحد الان ما وصلت لحدود الدوله الثانيه يقول وانزل من تحت الرادميه او تحت الجبل الصغير هذا وانزل من تحت يقول واصير امشي 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 حرفيا لين بعد ما يقارب خمسين دقيقه حرفيا بالسياره يقول فجاه الا يحفي في غراز قلت يا الله مو وقته مو بوقته حرفيا والسياره يعني اللي معطيني اياها عمي كانت كفراتها ومكينتها ومحركاتها قويه يقول حاولت اطلع يمين يسار نسمت الكفرات عبيت الكفرات لفيت السياره يمين يسار كان السياره تقول هذا محلي يقول انزل من السياره واسكر الباب يقول واقعد ادور طرق عشان اطلع فيها السياره او احصل لي ناس يساعدون يقول ما لقيت ولا شيء قلت خلني الان اكل واريح واشرب مويتي عشان عيد عافيتي وطاقتي يقول صرت اكل من المعلبات هذه وانا عند السياره يقول المنطقه قطعة نهائيا ما فيها احد واصلا استغربت قلت من السياره اللي يعني مارة في ذيك المنطقه يقول وقعد الساعه الاولى والساعه الثانيه يقول وانا احاول بالسياره والشمس قاعده تضربني ضرب مو طبيعي يقول حاولت ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات عرف ان ما في الموضوع حيله يقول صرت اطفي السياره عشان ما يصرف البنزين علي لين احصل لي طريقه او ربي يلهمني واطلع السياره من الغراز هذا يقول ويمر علي في ذيك المنطقه او ذيك النقطه ما يقارب يوم كامل وانا ما تحركت ما غير اكل واطفي السياره وافتح الدرايش شوي وبعد شوي اشغل السياره واشغل مكيف وخليها تبرد علي يقول على هذه الحاله يقول درجة عبيت السياره مره واحده في ذاك اليوم وانا ما تحركت اللي نعرفه ان سالم قعد فتره طويله في المنطقه البريه ذي المهم يقول بعد مرور يوم ونص يوم ونص او يوم ونص وثلاث ساعات يقول اسمع صوت سياره قاعده بشكل سريع قلت مالي الا هذول اللي يطلعون ورقة من فوق الرادميه كذا الا اشوف السياره قدامي قاعده تمر يقول واقعد اشر لهم هاي هاي واشر لهم واشر لهم يقول الا ترجع السياره كذا تدير بعيد وتجيني يقول السياره هي قاعده تجيني قاعد اقول في نفسي ليكون حط صوري في الجرايد او الناس عرفت وجهي وخلاص ثبتوني يقول ما ابغاهم يعرفوني عشان ما يثبتوني يقولون هذا هو سالم خلنا ناخذه ونسلمه. يقول له ترجع للسيارة تبعد عني ما يقارب ابو 80 متر يقول وادخل السيارة واخذ شال معي وألف على راسي عشان اضيع فيه ملامحي، يقول له تجي السياره وتوقف مرحبا هلا حياك الله، قلت سيارتي عالقه ابغاكم تسحبوني ولي يوم عالق هنا وما ادري ايش، يقول اللي حقين السياره قالوا ابشر ابشر، يقول ينزلون من السياره اربع اشخاص، يقول السايق والراكب كان شخص كبير في العمر بعمر ممكن 46 47 سنه، يقول نظرني كذا وقال لي وش جابك هنا انت؟ وش اسمك؟ يقول اول ما قال لي وش اسمك؟ قلت بغير اسمي ما راح اقول له سالم، قلت انا اسمي محمد، قال مرحبا يا محمد، قال وش عندك هنا؟ ما راح اقول لهم القصه الحقيقيه اللي صارت لي لاني ناس ما اعرفهم واكيد راح ياخذوني يسلموني على طول قلت والله اسمع انا راي حلال وابحث عن منطقه امشي حلالي فيها وياكلون من خيرات الارض فيها يقول ما ادري كيف الكلام الارتجالي هذا اللي طلع من عندي يقول ولكن الهمني ربي اني اتكلم بهذه الصوره قال لي إيه بالله اجل زين زين أبد تبغى نسحب سيارتك بعدين شيك داخل من هنا من عند الرادميه ذي كلها غراز ومناطق ما حد يمشي فيها امشي على ذا الحصى قلت له بالغلط قلت بدخل اغير جو اشوف لي مكان هنا كويس ولكن لعلها علقت السياره وان شاء الله الموضوع خير قال ابشر يقول يجيب سيارته من بعيد ويربط الواير يقول كذا معاه ريموت ويسحب سيارتي من المنطقه اللي غرزت فيها يقول رقت السياره فوق وقال لي وين بتروح قلت والله اني بمشي وبرجع الحلالي قال حلالك كم يبعد قلت يبعد 100 كيلو 120 كيلو قال اسمع الوقت الحين ما ينفع مسره وممشى بقلط عندنا وتغد معنا واضح انك جايع وجهك شفه مشهب كم لك عالق هنا قلت والله عالق لي يوم ونص ممكن قال لي لا لا وجهك مشهب وهذا الوقت ما حد جي عندنا الحين ومخيمنا قريب يبعد عننا ما يقارب 20 كيلو يقول انا قاعد اشاور نفسي واقول هل اروح معهم اخاف انكشف وفي احد يعرف وجهي عندهم يقول قلت له اسمع يا عم انا والله ما ابي اكلف عليك ودي اكمل طريقي يقول شويه للرجال صمل الا ياخذني معه قال يا رجال انت تفهم امش معنا وتعش معنا وبعد ما تتعشى وتنام بكره باذن الله الصبح تروح وتمشي يقول سالم ما بغيت اعاندهم ولا بغيت حرفيا اثير الشكه بينهم يقول قلت خلاص زين قال خلاص الحقنا بسيارة يقولوا حقهم سيارتي وصدق بعد عشرين كيلو الا يدخلون على منطقه وكذا ويمشون حول ابراج كهرب يقول له قال لي وقف سيارتك هنا هذا مخيمنا على اليسار وناظر الا صدق مخيمهم صاد ولا احد ولا بن امه يشوفه مخيم بين جبال ما حد يشوفه لا من برا ولا من جوا والطريق السريع يبعد عن ذاك المكان ما يقارب 60 كيلو وقف سيارتي وانزل يقول انزلت ولا ينزلون الاربع اشخاص هذولي الرجال ابو عمر 46 والسواق يقول السواق كان عمره في 32 31 سنه شافوني صغير برضه ولا يبغون يتركوني في ذا قال لي يابا اسمع يا ولد الخيمه هذه تشوف هذه اللي قدامك امرح فيها وخذ راحت كل مكان أمكاني. نص ساعه باذن الله عشاك جاهز قلت له زين زين يا عم يقول المهم قبل ما انزل من السياره غبيت السلاح تحت المرتبه وقفلت الباب وقفلت السياره ونزلت للخيمه يقول وقعدت وريحت وحطيت ملابسي وسكرت اللي هو القماش حق الخيمه يقول سالم المكان اللي قاعدين يطبخون فيه قريب عندي يقول قريب جنبي ابو اربعه خمسه متر واشم ريحه الطبخ انا يقول لا اسمع شخص ثاني ما كان معهم في السياره قال اللي جبتوه هذا مين؟ قال والله حصلناه متعطل هنا وعزمناه يجي هنا تعال اسمع لا يكون ذا شغال مع الشرطه او شغال مع الدولة ويبغى يطرحنا والخطة اللي سواها هذه ممكن طريقة عشان يطرحنا فيها قال لا لا ان شاء الله ما وراه الا العافية شوف وجهه كيف مشهب وحالته حالة لا تشيل هم يقول فجأة اللي اسمع الرجال الكبير دخل عليهم وانا اسمعهم يعني اسمعهم زين يقول قاط اذني ملزقها في الخيمة اسمع كل اللي يقولونه يقول اللي يقول الرجال الكبير قال والله ان بلشنا في ذا اللي اسمه محمد يقول لدرجة اني نسيت اني قلت لهم ان اسمي محمد بعدين ذكرت قلت أوه محمد انا صح انا قايل لهم عند السيارة قالوا ايش نسوي فيه اذا فيه شكه نذبحه ونمشي ونخليه لي. يقول يوم قال الكلمه هذه الا الكلمه ذي توجع قلبي، قلت هذولي بس يا تجار اسلحه او تجار ممنوعات او تجار لتهريب البشر، قلت واحد منها ذي ما يبيلها واحد اثنين، يقول وانا يا سالم يقول والله ماني متعود على الاشياء هذه الا اشوفها في الافلام، قلت ماني متوقع ان يعني في ناس في الحقيقه نفس كذا، الا يقاطع الرجال اللي جنبه وقال اسمع نذبح يا الرجال ونتخلص منه وناخذ سيارته واللي داخل سيارته. يوم سمعت الموضوع اشتد كذا قلت اسمع يا سالم ما في الا حل واحد تسويه تطلع لهم بارتجال وتقول لهم موضوع يثيرهم ويخليك تشتغل معهم يقول سالم شديت على قميصي وطلعت لهم قلت اسمع انت يا بما انكم انتم بديتوها كذا انا بقول لكم الصدق والحقيقه قلت لهم انا اسمي اصلا مو محمد اسمي الله يسلمك اسمي سالم وانا رجال ذابح واحد وعلي دم وانا رجال مبايعها وزين اني حصلتكم وابي اشتغل معكم يقول لي في بعض قالوا لي اجل انت سمعت كلامنا كله اللي قلناه قال ولا ابد وش تعرف انت؟ وبعدين توك صغير وش علمك بالامور ذي؟ وش امور الدم ذي اللي قاعد تكذب فيها؟ قلت له طيب زين تبغى اعلمك امور الدم؟ انشد احد في الديره الفلانيه هذه، قل له قبل يومين هل كانت في حادثه قتل او لا؟ قال انا بتاكد موضوعك وبعلمك ان شاء الله، ولكن والله العظيم لو تروح يمين ويسار او تغدر بنا والله العظيم لا خلي السلاح يفضى في راسك، قلت له اسمع انا ماني خايف منك، تخويفك هذا حرفيا ما يفيد ولا يودي ولا يجيب، انا رجال بايعها، معكم ولا قمت وصريت؟ يقول قاموا يناظرون في بعض قالوا لا ما راح نخليك تسري لو تموت بتقعد ونتحقق من خبرك اذا انت امورك زينه وزي ما قلت لنا رجال عليك دم راح نخليك تشتغل معنا ولو انت صرت ما عليك دم راح نذبحك قلت لهم ابد وانا واثق من كلامي يقول قعدوا ابو لحظه واتصلوا على ناس موجودين هناك يقولهم قاعدين يتصلون جاء في بالي اني اتصل على اخوي او اسمع صوت امي قلت ابغى اسمع صوت واحد منهم بس يقول وصار هذا الموضوع يراودني يقول لي يدق على واحد وقال له. قال هل صارت حادثه قتل خلال يومين او ثلاثه ايام اللي راحت الا الرجال هذاك جاوبه وقالي صارت في المنطقه الفلانيه هناك حادثه قتل يقول ويقفل الخط في وجهها وقال صدقت يا سالم، يقولون في منطقتكم ان في حالة قتل. قلت له اي نعم، وانا واثق من كلامي اللي قلت لك اياه. يقول وهو قاعد يسولف معاي انا مفهي ودي اسمع بس صوت امي، ودي يرجع لي الموقف اللي ادخل فيه البيت واشوف امي قدامي وابغاها تامر علي ليل نهار، والله العظيم اني ما اقول لها شيء، وابغى اعرف اخوياي علي وعبد الرحمن وش صار عليهم، وش موضوعهم، هل دروا عني اني انا قتلت وانحشت او لا؟ يقول سالم المهم صرت هوجس واقول امي واخوياي هل عرفوا وصار صار على اهلي؟ وش الموضوع اللي صار؟ ما ادري لحد الان، شوي للرجال الرجال اللي قدامي قاطعني بكلامه وقال لي اسمع يا سالم، ما تاكدنا من موضوعك راح نشغلك معنا، نبغى نجربك في اول بيع لك، يقول قلت له ابشر وابشر ان شاء الله بالشخص اللي يسنعك ويبيض وجهك، قلت بس هذه فرصتي اني انا اشغل سيارتي وانحاش من عندهم واسحب عليهم، واكمل طريقي للدوله الثانيه اللي راح اهرب لها، يقول شوي الا حبل افكاره وقال لي اسمع اسمع راح نخلي معاك شخص من اللي موجودين معنا يخوي عشان نعرف انت شو وضعك هل انت بتسحب علينا او لا يقول هنا تحطمت كل افكاري اللي بنيتها في لحظات من الثواني قلت له خلاص زين زين خله يجي يا يقول شوي اللي يحملون السياره السياره هذه ما هي حقتي سياره ثانيه في حطوا فيها حموله وقالوا لي يلا سق وسوق السياره ذي وينسقون مع الناس الثانيين اروح اوصل لهم البضاعه يقول ويركب معاي الرجال هذا ويصير يوصف لي الطريق يقول نطلع يمين ونطلع يسار وطرق بريه كبيره يقول مساحات ما قد شفتها يقول بعد مرور ساعة ساعة ونص الا نوقف في نقطة عند بيطين قديم مرة وقفت السيارة جنبها بعد ما قال لي اللي معاي وقال طف السيارة شوي وبيجون يقول شوي إلا يرفع جهاز الندى حقه احنا وصلنا للمنطقة حقتكم تعالوا استلموا بضاعتكم يقول بعد ممكن ربع ساعة عشرين دقيقة لا تجي سيارتين ويقفون وانزل معهم يقول ينزلون من ذيك السيارتين ما يقارب سبعة اشخاص يقول السبعة هذولي قالوا للي جنبي من ذا اللي جايبه ما يكون ذا مع الحكومة ومتعاون قال له لا لا هذا رجال نعرفه. قال هذا وجهه جديد علي وشكله تو بادي في الشغله يقول على طول قاطعتهم بارتجال وتحولت من الشخص اللي اسمه سالم عمره 18 سنه الى شخص اسمه سالم عمره 40 سنه قلت له على طول الشغلات ذي اعرفها من زمان وامارسها في مناطق مو في منطقتكم يقول بين السبعه هذولي في شخص قاعد يناظرني نظرات غريبه ونظراته ما ريحتني مره قلت بس يا سالم شكلك انكشفت وصار يطرح علي اسئله كثيره قال لي انت من وين من وين جاي وش وضعك وليه جاي وش اسمك وكم عمرك أسئلة كثيرة كأنه قاعد يحقق معي قلت له من وين جاي والأسئلة ذي كلها مالك صنع فيها ولكن أنا اسمي محمد اللي يناظر فيني خويي اللي جنبي عرف إني غيرت اسمي ممكن يكشفونه قال لي زين زين يا محمد ويقولوا نسلمهم البضاعة إلا فجأة الشخص اللي كان يسألني واجد قال لي أنت تعال أبغاك على جنب أبغى تحقق موضوعك وأشوف وضعك يقول له خويي اللي, خوي اللي جاي معي قال لا ما راح تاخذه وهذا خويي ولا راح يجي معك قال يا ابن الحلال أبغاه شوي يقول سالم أنا توترت قلت بي؟ شكله عرفني يعني انا شخص قاتل ومنحاش ويبغى بس يثبتني ويروح يسلمني للحكومة ويصير هو بطل القصة يقول المهم صار تجيني هواجيس ان هذا الشخص بس كشفني قلت مد خوي خلا بشوف ايش عنده واشوف ايش موضوعه واش بغيت قال لي ابغى اكلمك بموضوع قال لي ابغى اتحقق من امره يقول واضح من كلامه وقعد يبتسم كذا ابتسامة عريضة وترني بشكل فظيع المهم خوي رفض وقال لي ما هو بجاي معه يقول واركب السيارة مع خوي ونرجع للمكان اللي انطلقنا منه اللي كان فيه الحمولة وننزل الى الرجال الكبير في العمر كان مبسوط قال لي ها كيف خويك معنا يقول قال للرجال الكبير قال خويي اتوقع اعجبوا فيه الناس الثانيين شكلهم يبغونه معهم قال لي شافوه صغير وقالوا بس عمره طويل في ذا المجال بنستفيد من صحته وطاقته لين حرفيا يهرم ويكبر ويقطونه وهم يضحكون ها آه آه ها آه آه. ها ها وانا ناظر فيهم اقول وش ذا اللي انا فيه وش المرحله اللي وصلت لها لا لا مو طبيعي يا سالم لا 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 هذا مو انا ولكن اضغط على نفسي بس ابغى حرفيا الفك

المهم جاء الوقت اللي نريح فيه وجهزولنا غدا عشان نتغدى واجتمعنا كلنا عددنا كان في المخيم هناك ما يقارب ستة اشخاص السواق اللي قابلته في البدايه والشخص اللي كان كبير في العمر اللي عمره 46 او 45 يقول وأنا بينهم يقول اجتمعوا وحطوا الغدا واجتمعنا وسوينا لما كذا بسيطه وصاروا يسولفون شوي لف عليه الشخص الكبير قال لي قال شفت الناس اللي قابلتهم قبل شويه سالم هذول الناس اللي يدخلون المخدرات من دولتنا للدوله الثانيه وانه عباره عن ناس نجيب الحبوب من جوا ونوصل يوصلها لهذول وهذول ينقلونها للدولة الثانية يقول سالم هنا بديت أفكر شوي وأيقنت أن الناس اللي قابلتهم ناس خطيرين مرة بسبب أنهم ينقلون المواد الممنوعة من دولة إلى دولة ثانية فهذا معناها أنهم أكثر احترافية من الناس اللي عندي شوي ناظرني الشخص اللي كان راكب معاي رديف قال يلا يا سالم وش يبي فيك الرجال ذا قلت له العلم عند الله أن الشخص عرف أني أنا الشخص اللي اسمه سالم ومنحاش من العدالة بسبب قضية القتل اللي صارت في مدينتي قالها طيب هل الشخص اللي قابلته واللي كان يسال عنك بشكل كثير ومن انت وش اسمك تحسه من المنطقه اللي انت ساكن فيها يقول قلت له لا ما توقع ولكن اكيد ان صوري صارت منتشره في كل مكان فاكيد انهم عرفوا وجهي واي شخص راح يشوفني وجه بوجه راح يتعرف علي يقول شوي اللي قال للشخص الكبير هذا ليه ما تقوم الان واجيب لك موس وتحلق فيه شعرك كله وتبقي بس الشنب حقك قلت له ها والله فكره طيبه قال ايه واي شخص تقابل لا لازم تكون لاف وجهك بشال نفس ما قابلتنا اول مره ما ادري هل انتم عرفتوا الشال او لا اللي هو يلفونه على الوجه في لحظه البرد، كثر ابد، فكره طيبه، وصرت يا جماعه الخير حرفيا بهذه الشخصيه، حالق الشعر موس ولاف وجهي بشال وما يبان حرفيا الا شنبي وعيوني، في اي لحظه اقابل فيها ناس اكون لابس الزي هذا بالضبط، يقول مرت الايام وانا قاعد اشتغل معهم ومر الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، يقول في يوم من الايام رحت وجلست في سيارتي، يقول جلست في السياره وكانت نفسيتي مضروبه للأخير سبحان الله بعض الناس ما يؤمن النعم اللي كانت عنده الا لما يفقدها، يقول المهم جلست هواجيس وهواجيس شيطان وتذكير بالرحمن، يقول صارت تمر السالفه حقتي يمين يسار قدام عيوني، سالم يا الله وش رايك تروح وتسلم نفسك؟ شوف الان وين وصلت له انت ذابح واحد والان بياع مخدرات؟ لا لا الموقف اللي انت وصلت له موقف عظيم، موقف مره مخزي لابعد درجه، رح يا رجال وارجع لمكانك وسلم نفسك، ولكن كيف ارجع؟ لازم ادور جوال اتصل على اخوي فيه، وقلت اخاف ارجع وخلاص ويقصوني وتنتهي حياتي خلني اعيش حياتي كاني طليق في هذا البر لين اوصل للدوله الثانيه واكمل حياتي هناك يقول هذه الهواجيس والتفكيرات اللي قاعده تدور في عقلي بين اسلم نفسي وبين اكون حرفيا هارب من العداله يقول وانا كذا قاعد افكر للطق القزاز وطق طق 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 يقول كذا واقوم والخم وارفع المرتبه حقتي لاني كنت سادحها اللي هو الشخص اللي كان راكب معايا من وصل بضاعه قبل اسبوع قال لي سالم يلا بنروح نوصل بضاعه لنفس هذوليك اللي ذيك المره قلت منهم قال ذوليك يا رجال يوم قابلك الشخص وقال يبغى يتحقق منك ويعرف من انت قلت له بتخاويني قال لا ذا المره راح اراقبك من بعيد وابغاك تروح انت وابغاهم يتعودون عليك لان هذه شغلتك اللي راح تكون في الايام الجايه وذا المره اذا وصلت البضاعه هذه راح نعطيك مبلغ باذن الله انه يوفيك ويكمل حقك ولكن الان نبغاك تقوم نص ساعه والسياره جاهزه قلت له زين زين يقول واقوم وانزل من السياره واخذ سلاحي معي قلت له صار شيء ولا شيء مع ذوليك الا انا اتبادل معهم اطلاق النار يقول صدق واركب سيارتهم وحط سلاحي على جنبي الا يجيني خويي قال لي اسمع ترى نثق فيك يا سالم وانا راح اراقبك من بعيد والمراقب هذا مو بشكه بس نبغى يعني نثق فيك بشكل اكبر قلت له ابد لا تشيل هم وابد راقبني قلت الان في راسي هذه اللحظه اللي انحاش منهم فيها والشخص اللي راقبني هذا اكيد بيكون بعيد عني واقدر اختفي داخل البر ولكن يجي في راسي اقول اكيد هذول يدلون البر حرفيا زاويه زاويه ويعرفون كيف يجيبوني لازم احصل لي طريقه تنجيني من هذا الشيء يقول ما السيارة وامشي وانا فيني تأنيب الضمير ياكلني، بين قضية قتل وبين توصيل مخدرات، يقول ادعي ربي في الارض الممهدة هذه، وقول يا رب يا رب طلعني من المأزق اللي فيه، يا رب والله ما ادري كيف الحال انقلبت من حال إلى حال، يا رب والله هذا مو أنا، يا رب أنا عبدك سالم، والله إن كل شيء طلع من إرادتي، يا رب أنا وكلتك أمري، يقول واشغل السيارة وانطلق لذاك المكان، يقول مهم وامشي بالسيارة وازود سرعتي واوصل لذاك المكان للمنطقة البرية، يقول واخذ جهاز الندى واجهزه الندى فيها موجه يعني تضغط مثلا واحد أربعة أربعة واحد اثنين اثنين المهم في موجات هم يحددونها عشان اتصل على ذوليك اللي كانوا يبغون يستلمون البضاعه يقولوا طيط 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 انا موجود عند البيت الطيني يقول الا جوني اربع اشخاص عند المنطقه حقي يقول يضربون بوري طاط انزل من السياره الا في ذاك الشخص حرفيا اللي اقرفني بالاسئله وش اسمك ومن وين الى اخره يقول سلم علي وقال لي هلا محمد طبعا هو يعرف ان اسمي محمد ما يدري وش اسمي الحقيقي قلت له مرحبا وما قبل البضاعه قلت في مكانها قال ما اللي معاه يلا نزلوها شوي ناداني قال لي تعال قلت له وش تبي قال تعال تعال, تعال ابغاك بموضوع تعال طبعا تنزيل البضاعه يا جماعه الخير يحتاج يعني 20 دقيقه 25 دقيقه على ما ينزلونها من السياره يقول ياخذني على جنب ويبعد عني وكان في رجله اليمنى سلاح وهذا السلاح اللي هو المسدس العادي يقول محطوط في رجله وكان يمشي جنبي قال كيف حالك يا محمد طيب قلت له مرحبا وش بغيت قال اسمع قال اترك عنك اللف الدوران. يقول يوم قال الكلمه هذه يقول بدت نبضات قلبي تزود وبدأت اتوتر قلت بس كشفني كشفني كشف قلت له وش اللف والدور وش بغيت؟ قال اسمع انت مالك في شغله البياعه ولا لك دخل في الامور ذي، وش ربي طرحك مع ذولي؟ وش تبي فيهم؟ قلت له يعني شلون؟ الا يا جماعه الخير وهو يسولف وقاعد توه بيطرح الاسئله علي الا المح خويي من بعيد بالسياره، واضحه واضحه سيارته كل يشوفه، الا قال لي هذا توقع خويك يراقبنا باقي مضمنه قال لي ولكن اسمع يا محمد انت واضح على وجهك ان مالك في امور المخدرات والبيع والشراء، وانت توك انسان صغير، يقول قام الشخص هذا اللي بيستلم مني المخدرات صار ينصحني، قال وانا انصحك تبعد عن ها هذا المجال المجال هذا مبلك، مجال المجال هذا للناس الخربانه وانت رجال واضح في وجهك الصلح وانا من يوم ما شفتك ذيك المره وانا عارف انك رجال طيب يقول سبحان الله ارتحت الكلامه ما ادري هل هو قاعد يختبرني عشان يطرحني ولكن هل هو صدق يبغى مصلحتي قال لي يا محمد انا اخوي في عمرك ما اتمنى اشوف اخوي يشتغل في ذا الشغله قلت له على طول طيب انت ايش جابك في ذا الشغله قال انا موضوعي طويل مره ولا اقدر اشرحه لك وأفصل لك ولكن اسمع انت كملك معهم وش اللي في راسك يقول سبحان الله لطف لي الكلام وارتحت له قلت له اسمع انت شو اسمك قال انا اسمي سطام قلت مرحبا يا سطام ان شاء الله امورك زينه قلت له انا هذولي ساعدوني من غراز وكانوا بيذبحوني وارتجلت لهم قالوا خلاص بنشغلك معنا ما قلت له لحد الان سالفه القتل قال انا كنت حاسس اصلا ان انت مالك دخل في الامور دي بما انك انت قلت لي الحقيقه انا راح اقول لك الحقيقه قال لي راح اقول لك كلام راح يصعق معك ضابط في الاستخبارات انا انهبلت قال اسمع اسمع انا عارف الرجال من وجهه ويديه وشكله وعارف من اسلوب كلامه هل هو له في الاشياء هذه او لا قال في كثير من الضباط اللي معنا يعرفون يدرسون هيئه الجسد وشكله في الموضوع بيني وبينك انا من اول ما شفتك عرفت انك شخص مالك حرفيا في الامور دي فبغاك تنحاش من عندهم لاني انا اصلا جاي هنا عشان اشوف من الناس اللي يشتغلون معاه وعشت كاني كبيع لا تنسى اسمي اسمي سطام وانا راح اتعاون معاك عشان اطلعك من هذه البؤره اللي انت طحت فيها ولو برضو قبضوا عليك الدوله انا راح راح اطلعك وراح اقول ان هذا الشخص تعاون معي ولكن ابغاك تساعدني كم عدد الناس الموجودين هناك وش اسمائهم من اهم يقول صرت اشرح له كل شيء قلت هذا اكيد انه خلاص ضابط في الدوله اكيد انه راح اقدم له كل شيء ولكن لا يدري اني شخص قاتل ومنحاش يقول وصرت اقول وعلم عددهم كذا ومكانهم هنا وصرت اعلم الاماكن اللي هم ساكنين فيها وين قاعدين فيه وين برضه يحطون المخدرات فيه قال لي دقيقه خليك هنا وراح لسيارته وجاب جوال صغير خذ الجوال وطفاه وحطه في جيبي قال خلي الجوال هذا معك باللحظة اللي تبغاني شغل على الجوال وعلق على رقم واحد راح يتصل علي مباشرة ولا تتصل علي إلا إذا كان في موضوع خطير يقول أنا خف أكيد بيعطيني الجوال عشان يحدد مكاني ولكن بما أن الرجال هذا من الدولة أكيد إني راح أساعده قلت له طيب وش تبيني أسوي قال خلي الجوال معك وقال لي كل يوم الساعة عشر الليل أبغاك ترسل لي رسالة بالأحداثيات اللي عندك وتحدد لي المكان وتحاول تقرب لي لين أوصلكم قلت له طيب أنت ما تقدر تروح هناك قال لا أن اللي معاي مسوي اتفاقية ان المنطقة البرية هذه لكم، وانا لو جيتها راح يطلقون علي النار. قلت زين زين وما يصير خاطرك الا طيب، ولكن ترى والله العظيم اني مالي دخل. قال اسمع يا محمد انا اعرف انك انت مالك دخل، وطبعا لحد الان الضابط سطام يعتقد ان محمد اسمه محمد، ما يدري انه هو سالم القاتل اللي من حاشم المدينة. يقول شوي الا قاطع كلامي الناس اللي كانوا يشيلون حمولة المخدرات، صاروا ينادون سطام باسم خالد، عرفت ان سطام لاعب عليهم برضو حتى في الاسم. قلت احنا متعادلين الان. يقول شوي ركب سيارته وركبوا معاه ذولي وحركوا يقول انا شغل سيارتي واروح للمقر اللي هم موجودين فيه يقول على الطريق اللي يجي جنبي خويي اللي كان يراقبني قال نزل نزل دريشه نزل مش عنده ذا وش يبغى منك قلت له يا رجال انا اتوقع ان هذا كشفني وقاعد يسالني وما رضيت اعلمه باي شيء قال لي وش اسمك ومن وين وقال انه مشبه علي المهم لعبت على الرجال اللي كان يراقبني من بعيد وقلت له ان الرجال هذا ممكن يطرحني قلت له امش قدام وبعدين في المقر راح اعلمك بكل شيء امش معي يقول يوم مشيت هناك الا يجينا الشخص هذاك الكبير في العمر اظهر اللي كان يراقبني معلمه بكل شيء ان هذاك قابل خوينا محمد وصار يسولف معاه وطوله في السوالف قال لي شو منك الرجال قلت له اتوقع انه شاك فيني ويعتقد اني انا الشخص القاتل ومنحاش وانه اتوقع ان صوري منتشرة في كل مكان عشان كذا تعرفوا عليه بسرعه قال اجى المره الثانيه لا تطلع انت توصل البضاعه اكيد المره الثانيه يبغى يطرح ويقول وينادي واحد من جوا قال اسمع مهمتك الجايه انت اللي راح توصل مخدرات مو سالم تمام تمام يقول انا هنا ارتحت حرفيا من سالفه توصيل المخدرات وكذا راح حصل ثغره اني في اي لحظه اقدر انحاش يقول واجلس وانتظر لين جت الساعه 10 الليل وافتح الجوال واشغله يقول واكتب رساله قلت له انا في المقر اسالوني انتوا ايش تبغى فوحد كلامنا في المره الجايه وقل انك انت شاك فيني وارسلها على طول للضابط سطام لاني حسيت انه في المره الجايه راح يسالونه وش كنت تبغى من الشخص ده خلي الكلام موحد بين طبعا اللي معي ما يدرون معي جوال ولا يدرون عن الشيء اللي صار مع الضابط سطان يقول صرت جالس عندهم وانتظر صدق اللحظه اللي اهرب منها منهم بعدين جاني تفكير قلت الان بما ان معي جوال وش رايك اتصل على اخوي او امي واشوف إيش حاله يقول وانتظرت لين ناموا واشغل الجوال حق واتصل على التليفون اللي داخل بيتنا يقول لهم طيط 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 واتصل على التليفون الثابت حق بيتنا يقول احط الجوال في اذني وقعدت أتسمع يقول وهو طوط طوط انتظر احد يرد يقول مره الاتصال الاول ما حد رد عليه وعيد الاتصال من جديد يقول له طوط طوط الا يرد علي شخص اول ما قال الو عرفت ان اللي رد علي امي قالت الو من معي من موجود من اللي قاعد يكلمني وانا ساكت ولا ابغى اقول حرف اذا الحين الام تدري اني انا هارب انا اخوي قال لهم ولا سكت وما قال لهم شيء لو تكلمت راح انعرف تعرفون الام لو درت ان ولدها اتصل عليها راح تقول ميد الكل من معي تكلم تكلم يقول ما رديت على امي يقول شو امي قالت لي انت سالم يقول يوم قالت انت سالم يقول مشاعري حرفيا وقلبي تقطع قالت اذا انت سالم قل الو من معي عرفت الان ان امي فاقدتني لها فتره طويله وما تدري ولدها وش صار معاه ما تدري ان ولدها اللي كانت تشوفه كل يوم عليه قضيه قتل يقول ما قدرت اتحمل والدموع تنزل من عيني واقفل الجوال يقول زاد الهم همين زاد الهم كلام امي يوم تقول انت سالم كانها حاسه ان هذا ولدها اللي اتصل يقول كبحت في نفسي وكبحت برضو على زعلي ذكرت كلام عمي يوم عمي يقول الآن انت تبكي عندنا احنا راح نواسيك ولكن راح تبكي في أرض الغريب حرفيا ما حد راح ينتبه لك ولا أحد راح يحس فيك نهائيا فكبحت على نفسي وقمت ولعنت الشيطان وقفلت الجوال وحطيته في جيبي وخليته يقول سالم ونمت في ذاك اليوم وذاك اليوم من احزن الايام اللي قد مر علي في حياتي يقول بعد اربع او خمس ساعات الا صحيت من النوم مفزوع بسبب كابوس كان يجيني ولا ادري وش سببه ولكن ذا الكابوس حرفيا كان مخيف لي بشكل كبير صحيت ولبست ملابسي وطلعت من الخيمه حقتهم قعدت اناظر يميني صار وصرت امشي على رجولي واتمشى على المنطقه اللي حولي يقول وانا قاعد امشي جتني فكره غريبه قلت الان هذه المنطقه منطقه ما فيها ابراج اكيد وكيف عطوني الجوال وهذا الجوال اتصل، قلت شكل الجوال هذا شغال على اقمار الصناعية، وشلون قدرت اتصل على اهلي وانا في منطقة برية ولا فيها اي اتصال، حرفيا صرت شكاك وموسوس بشكل كبير، قلت لازم اعلم الضابط سطام اني اتصلت عن طريق الجوال، واستخدمته واتصلت على اهلي، وارسل رسالة نصية للضابط سطام واقول له هل اقدر اتصل عليك او لا، قال لي اذا المكان امن والجو امن اتصل عليه صدق وافتح الجوال واتصل عليه مباشرة، اهلا هلا والله الضابط سطام كيف حالك طيب؟ قال مرحبا وش فيك؟ حصل. قلت له انا بسال الحين المنطقه اللي احنا فيها ما فيها ابراج ولا فيها اتصال يقول صار يضحك قال شكلك استخدمت الجوال واتصلت على اهلك فيه قلت له ايه قال الجهاز اللي معاك جهاز حكومي يقدر يتصل على كل الاجهزه اللي موجوده في المدن قلت له هل الاتصال راح يكون مراقب وكلامي مسجل قال لي اكيد راح يكون كل شيء مسجل ومراقب يقول هنا زاد الخوف خوف قلت لازم اهرب الان في اسرع وقت وصدق يا جماعه الخير في اجهزه كانت تتصل عن طريق الاقمار الصناعيه ممكن اللي لهم في الجوالات قد سمعوا على الموضوع هذا يقول المهم صرت اوسوس خلاص انا ممسوك ممسوك اسمعوا صوتي وعرفوا وين مكاني ومتصل على بيتنا وتاكدت الحكومه اكيد انه سالم يقول بعد مرور ممكن خمس او ست ساعات ارسل لي رساله الضابط سطام قال لي السلام عليكم كيف حالك يا محمد لحد الان مقتنع الضابط سطام ان اسمي محمد قلت له مرحبا ومسهلا قال احتاجك ربع ساعه تفضي لي المكان باتصل عليه وابغى ما يكون جنبك احد وحاول تزبن في اي مكان وتتصل عليه قلت له زين زين يقول واروح واستاذن من الناس اللي موجودين في المخيم نفسه قلت لهم انا راح اطلع اتمشى بالسياره شوي فهم الان قدهم ضامنيني ويعتقدون اني شخص خلاص صرت معهم صدق وجاء الوقت الموعود اللي اتصل فيه على الضابط سطام يقول لهم طلعت من المخيم وركبت السياره واتصلت على طول على الضابط سطام يرد علي اهلا هلا والله كيف حالك محمد طيب قلت له الحمد لله بخير قال لي انا سمعت المكالمه حقت كمس ليه ما رديت على امك وليه ما كلمتها انا سكتت ولا تكلمت باي حرف قال اذا انت متفشل من العمل اللي قاعد تشتغله بعايد يعترف لهم وقول لهم انك انت غرزت وصرت تشتغل المعذولي مع ذولي بالاجبار فجت في راسي فكره قلت لازم العب على الضابط سطام لحد الان انا ما نظامنا ولا نظام نفسي قلت له ضابط سطام انا متطاق مع اهلي وطال عشان كذا ما ابغى ارجع له قال وين ناوي تروح قلت له اني انا ابغى اعيش في البر واعيش حياتي هنا ولكن الان انا طفشت من اللي عندي وابغى اتخلص منهم قال لي لا تشيل هم بعد ثلاثة ايام راح تجي الحمله باذن الله وراح نلقي القبض عليهم في اسرع وقت وانا اتصلت عليك عشان اقول لك عن هذا الموضوع قال بعد ثلاثة ايام الساعه 4 الصبح يعني على وقت الفجريه قال ابغاك تطلع قبل الساعه اربعة من المكان اللي انت فيه لان اي شخص هناك راح يقاوم راح على طول نطلق عليه النار والناس اللي انت عايش معهم ناس مطلوبين وحتى الناس اللي عندي انا برضو راح انحاش منهم قبل الساعه اربعة فاذا تبغاني امرك وانحاش انا وانت ما عندك مشكله او تطلع بالسياره حقتك واقابلك في احد الاماكن قلت له زين زين وقفل الخط واستعد لذاك اليوم اللي هو اليوم الموعود اللي الحكومه راح تطب على المخيمات هذه ولازم انحاش قبلها بساعه عشان ما احد يصيدني ولا احد يتعرف علي علي اني انا الشخص القاتل، يقول المهم جاء اليوم الموعود الساعة ثنتين وخمسين دقيقة، يعني بعد عشر دقائق لازم اطلع من مخيمهم، وارسل للضابط سطام انا بنحاش بسيارتي، لا تمرني ولا مر، والله يعطيك العافية وشكرا على وقفتك هذه، يقول ارسل لي الضابط سطام بإذن الله راح نتواجه، قلت له الجوال اللي معي راح ارميه واتمنى انك تسمع لي بهذا الشيء، يقول قال لي خلاص ما عندك مشكلة، إذا أنت خايف ولا أنت ضامن، ارمي الجوال وابد، الله يحفظك وشكرا على وقفتك هذه، يقول وتجي الساعة ثلاث واركب سيارتي، يقول كنا أصلا سياراتنا على جبل والجبل هذا حجري شوي يقول فضيت السياره وما شغلتها لحد الان يقول وادف السياره شوي شوي تعرفون عالق على حصى وجاي من جبل يعني لو ادفها شوي بتمشي السياره وبعدها اركب فيها واخليها تمشي وهي طافيه وبعدين اشغل سيارتي بعيد يقول والله صدق واخلي السياره تدحدر من على الجبل لين تعديتهم 30 40 متر يقول وانت السياره وادعس واروح اكمل طريقي للدوله الثانيه اللي راح اعيش فيها. وما ادري وش صار عليهم وعلى الضابط سطام وش المواقف اللي حصلت لهم ما ادري نهائيا ولكن هدفي الجاي اني ادخل للدوله اللي راح اعيش فيها حياتي يقول المهم وكمل على نفس الخطه اللي رسمها لي عمي وكنت عارف الطريق وعارف من وين اروح من وين اجي يقول واقطع بالسياره واقطع واقطع مسافات طويله يقول لين قربت على حدود الدوله الثانيه الان حدود الدوله حدود بريه ولكن لازم اطلع هناك للدوله هذيك بدون ما تنتبه لي الحكومه حقت الدوله الثانيه يقول والله خلاص وصل لين الحدود وقاعد اشوف في الخريطه اني خلاص وصلت. يقول واطمر الحدود وادخل بالسياره ابو 15 كيلو الا جت سيارات في وجهي وقفت سيارتي قلت في نفسي بس خلاص انطرحت شكل هذول الحكومه حقت الدوله الثانيه يقول وكانت في غبره حقت سيارات ماني منتبه لهم يقول شوي الا واحد يفتح علي الباب ويسحبني قال لي وش عندك هنا وناظر فيه لبسه ما هو لبس عسكري ومبين انه مو لبس ناس مخصصين للدوله يقول شوي قال لي تسمع انت ش عندك هنا قلت له انا من حاش من دولتي جاي لدولتكم قال اللي تحسب الموضوع سهل كذا تمر تحسب ما في الاراضي هذه ناس يحميها قلت له اللي تبغون انا معكم وش تبغون بس يقولوا المهم طلبوا مني مبلغ مادي قال اذا تبغى ندخلك وندخلك المدينه وتعيش نبغى منك مبلغ مادي واذا ما تبغى تعطينا مبلغ راح ناخذ السياره منك يقول صرت افكر اقول المبلغ اللي كبير وبرضه السياره انا احتاجها يعني لا قدر الله ما في مكان انام فيها انام في السياره وخلي السياره كانها بيتي قالوا لي اختر هذا الشيء يا تعطينا فلوسنا الان او ناخذ السياره قلت ما اليد حيلة وبد خذوا السيارة ما أبغاها ولكن شرط إنكم توصلوني لين المدينة حقتكم قالوا خلاص اركب يركبوني معهم وأخذ سلاحي والصدق ما سووا أي شيء خدت سلاحي وخدت بعض أغراضي في السيارة وطلعت معهم يقولوا يقطعون في ذي الطرق حرفيا طرق يدلونها مدلة مو طبيعية يقول بين جبال بين جبال لين وصلت المدينة حقتهم قال هذه المدينة حقتنا ويلا مع السلامة يقول نزلوني وتبعد عن المدينة ما يقارب 2 كيلو مشي يقول وصير أمشي لين هذه المدينة يقول مدينة هذه مدينة كبيرة مرة وعبارة عن مدينة قديمة فقلت أول شيء راح أسويه عشان أبدأ حياتي الجديدة لازم أتجه على السوق قابلت لي هناك رجال بعمر يمكن ال 48 أو 49 سنة وكان هذا الرجال قاعد يشيل أغراض جايبها من السوق قلت له السلام عليكم يا عم كيف حالك طيب إن شاء الله قال لي مرحبا يا ولدي وتوقع أنك جديد على هذه المدينة قلت له والله يا عم أني شخص جديد قال أجل ما تطلع من عندي إلا لما أضيفك وأكرمك قلت له اللي تبي يا عم صدق وياخذني هذا الرجال ويمشي معي لين باب بيته ويطلع ولده ولده يمكن بعمر 17 او 16 سنه يقول بيني وبينه اربع سنوات اربع سنوات بحدود هذا العمر قال لي اقلط ويفتح لي باب المجلس وادخل في مجلسهم ويجيبون يا جماعه الخير الاشياء حقت الضيافه يضيفوني وياكلوني واسترحت عنده قال لي وش فيك ومن وين جاي وش عندك قلت له اسمع يا عم انا رجال جديد على دولتكم هذه أول مره في حياتي ادخل مدينه هذه ادري ان عمري صغير ممكن تصدق كلامي ولا تكذب ولكن انا من حاش من مدينتي وجاي مدينتكم، قال لي طيب وش راح تسوي؟ قلت له يا عم اول شيء ابغاك تدلني وين السوق، ابغى اشتغل في السوق وابدا حبه حبه عشان اسس نفسي، قال لي العم هذا ابشر، قال نص ساعه 40 دقيقه ونقوم انا وانت ونروح للسوق واوصلك عند رجال وان شاء الله الرجال هذا ما راح يقصر معاك في اللي تبغاه، قال لي بس انت وش تفهم؟ قلت له وش تبغى انت؟ اذا تبي امور الحساب والاشياء هذه فانا موجود وكويس، واذا تبغى امور الحلال فانا اعرف فيها زين، وش بغيت بس؟ قال لي اجل زين زين واتوقع علمك غانم، أمش معي، وياخذني حرفيا لين الرجال هذا، الرجال هذا معروف عنه داخل السوق انه يملك ربع اللي موجود في السوق، والسوق هذا كبير مره، يقول اللي يبيع اقمشه واللي يبيع خضار وبرضه اللي يبيعون لحوم، يقول كلهم منتشرين في ذاك السوق، يقول السوق هذا كان مقسم، كل جهه مختلفه عن الجهه الاخرى، وكان مقسوم الى قسمين، قسم السوق القديم وقسم السوق الجديد، ان اللي رحنا له هذا الرجال كان في السوق القديم، ويدخلني الرجال هذا عليه يا مرحبا ومسهلا، وش اسمك؟ قلت انا اسمي محمد مستحيل اني اقول لهم اسمي الحقيقي ابد قال لي مرحبا يا محمد وش تبغى تشتغل قلت له ابغى اي شغله بس تخليني اخذ قوت يومي يعني من خبز ورز وامور السكن اليوميه قال اذا تبغى تنام عندك احد الدكاكين هذه نام فيها واذا صحيت برضو اشتغل عندها ويكون كل شيء قريب لم يوم صرت افكر في الموضوع هذا في راسي قلت يا اخي والله فكره طيبه خلني ابدا اشتغل مع هذا الرجال الكبير يقولوا الرجال هذا اللي جيته لا لا كبير في العمر ما هو صغير يقول عمره ممكن في الستين وممكن يتعدى حاجز ولكن اللي باين عليه الصحه والعافيه، اللي قدام عيني انه هو عمره في الستين، ولكن ما ادري كم عمره بالضبط، يقول صرت ابيع في محل الخضار هذا اللي حطني عنده، يقول قلت ميد العم هذا عندي لك فكره حلوه، وش رايك بدال ما نبيع الخضار جوا السوق نصير نروح عند الناس ونبيع عليهم الخضار عند بيوتهم، هذا الشيء راح يجيبنا مبالغ كبيره والزباين راح يجون. قال لي ابد اللي تشوفه يا ولدي سوه، واذا شفنا منه فلوس راح اعطيك حرفيا من المكسب افضل من الاجر اللي انت تاخذه، يعني يبغى يقاس سمني الارباح من هذه العمليه اللي راح اسويها قلت له ابد يا عم صدق يا جماعه الخير يقول سالم واخذ لي طاوله وعبي فيها خضار واصير امر على البيوت اللي موجوده في المدينه ها وش تبغون تبغون خضار تبغون شيء ناقصكم شيء يقول لاحظت ان الزباين اكثر من الزباين اللي يجون في السوق ويقول كان اكثر الناس اللي يتعاملون معي اللي هم الحريم او البنات اللي موجودين في البيت والعيال الصغار اللي ما يقدرون يروحون لبيوتهم يقول صرت اتمشى وابيع على هذه الحاله يقول لين وصلت بيت قديم مهتري أبعد درجه يقول يطلع لي من هذا البيت حرمه كبيره في العمر يقول كبيره كبيره مره يقول لدرجه ان عينها ما تشوف فيها زين قالت لي يا ولدي انت ايش عندك وش قاعد تبيع قلت لها يا خاله انا ابيع الخضار قالت بكم الخضار ده وقامت تلمس الخضار هذا وقالت ابغى من هذا الخضار اللي انت تبيعه وابغاه كل يوم تمر وتجيب لنا خيار وطماط وبصل يقول كانت كذا كمياتها بسيطه وقالت كل يوم تجيني راح احاسبك بس خلاص اضمني اني انا كل يوم راح اشتري من عندك وهي قاعده تكلمني طلعت لي فكره ثانيه بما ان هذه صارت كانها مشتركه عندي، لي ما ابدا بخطه جديده داخل السوق؟ واصير اسوي اشتراكات للمدينه اخلي الناس تشترك عندي كذا بمبلغ رمزي واصير كل يوم اجيب لهم من الخضار الطازج اللي موجود في السوق، المهم وارجع لصاحب المحل واقول لا ابشرك اني قدرت ابيع بمبلغ اكثر من المعتاد، واستانس وفرح فيني، قال ابد يا ولدي اشتغل باللي تشوفه، ترى انا ما عندي لا عيال ولا زوجه ولا اهل، من اليوم ورايح انت بمثابه ولدي، والشيء اللي تشوف فيه خير علي على المحل دلني عليه وانا معاه قلت له ابشر يا عم صدق يا جماعه الخير يقول سالم صرت امشي على هذه التجاره اخذ بعض الخضار وامر على البيوت اللي ما عندهم رجال ولا في احد يقدر يروح لسوق الخضره وخليهم يشتركون عندي بمبلغ رمز يعني كل يوم نفترض يدفعوا لي مبلغ نقول دولار او دولارين يصيرون يدفعون لي الدولار هذا بشكل يومي وانا اجيب لهم تشكيله من الخضار البسيط يقول وانتشرت هذه الفكره حرفيا في المدينه من اول من سواها دكان هذا الرجال اللي يشتغل فيه سال. وهم طبعا يعرفون سالم باسم محمد ولكن يقول مشكله ان التجار اللي جنبي بدأت تبان فيهم حرفيا الغيره وصرت ادخل فلوس بشكل فظيع مره من الناس الموجودين يقول صرت اكثر واحد يبيع في السوق يقول والشايب هذا مستانس علي بشكل كبير مره يقول المهم يمر الايام وتمر الاسابيع مر وانا موجود في هذه الدوله ما يقارب شهرين ونص يقول في الشهرين ونص هذه قدرت اجمع مبلغ كبير والله والمبلغ هذا لو اشتغل سنه كامله ما اقدر أجمع. يقول صاروا دائما يمرون علي هلا محمد لا تنسى اليوم الخضار ها لا تنسى على الساعه الفلانيه ذي نبغاك تجي وانا اقول لهم ابشروا صرت اسجل اسماءهم على ورقه عشان ما اضيع ولا واحد ولا اظلم احد من اللي اشترك عندي يقول ويستمر ذا البيع ولكن التجار اللي موجودين في السوق بدوا يغارون مني وصاروا يدورون علي المكيده يقول واشوفهم يجون عند الرجال الشايب هذا يقول والرجال طيب على نياته طيب لابعد درجه طيب مره قالوا اني انا يا محمد قاعد اسرق من الحلال حقك وانت ما تدري ورسخوا هذه الفكره في راس الشايب هذا يقول في يوم من الايام كان الشايب هذا ومعاه عصا يقول ويدخل علي يبغى يطقني قال يا محمد انا امنتك على كل شيء عندي وتسرق مني قلت له يا عم والله العظيم اني ما مديت يدي على حرام واذا تبغى تشوف هذه الاوراق اللي عندي صرت اعلمه وفهمه وابين سبحان الله فهم هذا الرجال وش مقصدي وعرف برضه ان هذول التجار بدوا يغارون منا لانه صار يدخل فلوس بينت له برضه الفكره قلت أسمع. الان اهم ضايقين لان احنا جبنا فكره جديدة والفكره هذه قاعده تمشي في السوق ومحلك قاعد يبيع بشكل كبير اكيد انهم راح يكيدون لنا كيده عشان يفركشون البيعات هذه يقول الرجال يوم شافني كذا وصامل معاه حلف يمين انه يسكنني في احد البيوت اللي موجوده عنده ويعطيني اياها قال انا يا ولدي ظلمتك والظلم ظلمات وما ارضى اني اظلم عبد الا لما يسامحني افكارما من مني راح اعطيك احد البيوت وراح اشهد اهل الحاره على ان هذا البيت لك انت وصدق يا جماعه الخير مع الناس وقال له قال ان هذا البيت راح يكون لمحمد وانا اعطيته يا عطيه لو جاء احد بعدين واختلف عليه الامر قولوا اني انا اللي اعطيته هذا البيت يقول سالم استانست والله في ذا البيت وحسيت انه مناسب وحسيت ان الدنيا بدت تنفتح لي ولكن لحد الان حنيني لامي واخوياي حد الان في قلبي رحت اسال الشايب صاحب المحلات هذه قلت ابغى اسوي اتصال على اهلي ابغى اتصل عليهم وين المكان اللي اتوجه له قال لي اسمع يا ولدي في كابينه اتصال موجوده في اخر الشارع هنا واعطاني نفس القروش المعدنية استخدمها داخل هذه الكبيرة قال راح هناك واتصل على الشخص اللي انت تبغاه، قال لي ولكن ترى هذه القروش او العملات المعدنية اللي اعطيتك اياها ترى ما تكفي الا دقيقتين اتصال، قلت له زين زين، صدق واطلع لين الكبينة هذه وقبل ما اوصل قاعد افكر اتصل على امي ولا على اخوي ولا على مين بالضبط؟ تخاف اتصل على امي واخوي وتصير الحكومة مراقبة بيتنا وتنتظر هذا الاتصال، الافضل اني اتصل على خويي عبد الرحمن، يقول لي كنت العب معهم سوني قبل اربع شهور من الان يعني اللي عرفناه مر على سالم اربع شهور وهو مختفي من بيتهم يقول والله واروح الكبينه وادخل القرش يقول واضغط طق 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 يقول الا اتصلت على عبد الرحمن واتصلت على التليفون حق بيتهم يقوله صوت الدقه كذا مختلفه وثقيله يقول طوط طوط يقول شوي رد واحد قلت سلام عليه يقول شوي قال مرحبا من معي عرفت من صوته انه هو عبد الرحمن خوي قلت له عبد الرحمن قال لي هلا مين قلت له انا سالم سالم GOLO cool سالم وينك؟ وش فيك مختفي؟ الناس تدور عليك والحكومه تدور في حارتكم، وينك مختفي يا ولد؟ وش صاير؟ وش حاصل؟ وليه وشلون؟ قلت عبد الرحمن هد هد، لا حد يدري اني انا اتصلت عليك، ابد هذا سر بيني وبين. والاتصال هذا هو الاتصال الوحيد اللي راح اتصل عليك فيه، ابغاك تروح لبيتنا وتكلم امي وتقول لها انت ترى اتصل علي سالم ولكن لا حد يدري وانه هو بخير واموره زينه، قال لي طيب انت وينك فيه؟ قلت له ما راح اعلمك ويني فيه. ولكن الاهم انك توصل رسالتي هذه لامي قل لها ان ولدك سالم بخير وصحه وعافيه ولا تخافين ولد استراه رجال قال لي طيب سالم ليه ما تبي ترجع وش حاصل وش سويت انت هل في شيء في مشكله قلت لا لا ما في الا الخير يقول وقف الاتصال من الكابينه وامشي هنا ايقنت ان ما في احد في الحاره يدري اني انا قتلت واني انا منحاش عرفت ان اهلي متحفظين ما يبغون احد يعرف السالفه هذه وهنا عرفت ليه الضابط سطام ما القى القبض علي؟ لانهم ما نشروا لا اسمي ولا صورتي في الجريده، ما يبغون يفضحوني داخل مدينتي، قلت الحمد لله ما حد يعرف وجهي ولا حد يدري اني انا شخص مشبوه او قاتل، قلت بما انه كذا اموري ان شاء الله زينه وكل شيء بيزين، يقول وارجع للرجال هذا مستانس اللي اعطاني العملات المعدنيه لاستخدمها في الاتصال، يقول مستانس لابعد درجه في احد راح يعلم امي ان سالم بخير أموره زينه ترى قاعد يتقدم وكل شيء تمام، ولكن والله اشتقت لبيتنا واشتقت لابوي وامي اشتقت لهم حرفيا شوق عظيم يقول صرت اشتغل في المحل هذا حق الخضار يقول والزباين حرفيا يجون من كل مكان وبديت اجمع مبالغ والمبالغ هذه كبيره ما هي مبالغ بسيطه ما توقعت ان المبالغ هذه بتكون من سوق خضار قديم المهم في يوم من الايام جاء واحد وطق علي الباب باب البيت حقي استغربت قلت من ذا اللي جاي يطق الباب طق 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 وافتح الباب اللي هو ولد صغير بعمر ال14 او ال15 سنه قال لي اسمع ترى في ناس كانوا يسألون عنك ويقولون هل في شخص هنا جاء دخيل على المدينه؟ وسألتهم وش اسمه؟ قالوا ان اسمه سالم، يقول اول ما قالوا اسمه سالم عرفت اني انفضحت من الاتصال هذاك او ان خويي كب العفش والحكومه عرفت وين مكاني، جايين الان يبحثون عني عشان يقبضون علي، يقول شو اللي يقاطعني الولد هذا وقال لي بس اسمه قلت لهم لا اللي جاء هنا اسمه محمد لا تخاف يا سالم الموضوع طبيعي، وانا ناظر فيه قلت شكله ما يدري ان اسمي سالم ولا يدري اني انا الشخص المجرم اللي داخل دولتهم، قلت له طيب وين راحوا؟ قال تراهم يدورون في السوق، يوم قال لي يدورون في السوق يقول والف على وجهي والبس لبس نفس الزي حق اهل المدينه، زي كلاسيكي تقليدي قديم واطلع اتمشى الا اشوف وجيههم ما اعرفهم نهائيا، ثلاث اشخاص قاعدين يدورون علي ويسالون راعي الدكان ليش كنت اشتغل عنده؟ حسيت ان الطرحه قربت، راح يتم اعلان القبض علي قريب، والان مرت ما يقارب اربع شهور ونص والموضوع قاعد ياكل ويشرب معهم، والدم مستحيل احد يتنازل عنه، يوم شفت وجيههم رحت وتخبيت منهم ومشيت، ولا ابغى ارجع المكان سكني راح يوصلون لبيتي ولكن قاعد اراقبهم من بعيد كانوا جماعة الخير لابسين لبس تقليدي نفس لبسي بالضبط حق المدينه نفسه ولكن وجيههم من وجيه دولتنا فعرفت ان هذول جايين بالسر يبغون يقبضون علي ويسلموني لدولتنا من جديد بيني وبينكم خفت وتوتر قلت وش اسوي الحين معهم؟ مالي الا ازبن بعيد من بيتي واراقبهم زين واشوف إيش راح يسوون ولا اروح للدكان ابد لين يختفون من نفس الدوله اللي انا فيها. يقول صدق بعد مرور نص ساعه الا إيه هم عند باب بيتي وقعد اناظرهم من بعيد ومسوي نفسي اني ما اعرف البيت هذا. يطقون الباب يطقون الباب يطقون الباب, الباب ما حد فتح. يقول ما حد منهم ما اعرفه نهائيا. يقول بعد يمكن بعد عشر دقائق من محاولتهم شافوا ما حد فتح لهم مشوا وخلوا البيت هذا. يقول وانا اراقبهم من بعيد اراقبهم من بعيد يقول فجأة الا هم صاروا شخصين في واحد ما ادري دخل احد الاسواق ما ادري ايش عنده يقول وانا امشي وراهم ابغاهم بس يطلعون من السوق القديم هذا يقول فجأة الا الشخص اللي اختفى مسكني من وراه اول ما مسكني من ورا عرفت انه تم القبض علي، والتفت فيه وناظر فيه، قال لي وش فيك تراقبنا انت؟ بعدين ناظر فيني كذا ودقق، قال لي انت سالم؟ سكت وقعدت اناظر فيه، الا شوي يقول مد اخويا هاي هاي تعالوا تعالوا لقيته لقيته، يقول يجتمعون علي ويمسكوني مع يدي، قالوا لي انت سالم؟ قلت نعم سالم، قال سالم اسمع انت جاي تهريب لهذه الدوله ودولتك تبغاه، لازم ترجع لان عليك حق لازم تقضيه في دولة قلت لهم خلاص زين، استسلمت وعرفت انه راح يطلع علي حكم القصاص، عرفت اني انكشفت بعد تعب حرفيا اربع شهور ونص، النفسيه ضربت، قالوا خلاص الان امش معنا راح تركب معنا في السياره وراح نطلع تهريب من هذه الدوله ما راح نطلع مع البوابات الرسميه للحدود، استغربت انا قلت لهم ليه؟ قال لانك هارب وداخل دولتهم مهرب، لو صادوك راح هم اللي يحاكمونك مو احنا اللي راح نحاكم يقول خذوني وطلعوني من دولتهم، يقول ركبوني موتر وصاروا يمشون في البران، قلت لهم من انتم؟ قالوا احنا ضباط في الشرطه، وارسلتنا الشرطه عشان نقبض عليك، وانت مفقود لك اربع شهور ونص وزين ان حصلنا يقول المهم خذوني في هذا الطريق البري وطلعوني بين ذا البران لين وصلت لحدود دولتي يقول بعد ما وصلت لحدود دولتي ودخلت الحدود حقتي يقول الا تجي هليكوبتر وفيها شرطيين وتنزل هليكوبتر على الارض ويركبوني معهم يقول هنا عرفت اني صدق انكشفت وان هذه حرفيا النهايه خذوني ركبوني حصلوني شخص هادي ماني قاعد اقاومهم ولا اني قاعد اقول اي شيء يقول خلال ما يقارب ساعه ونص انا في مدينتي وفي قسم الشرطه حق المدينة قال اصبر هنا لين يجون اخوانك واهلك يقول انا مندهش ومستغرب كيف حصلوني جابوني بذا السرعة والتعب هذا كله وش صار يقول فجأة الا يدخل الضابط سطام الضابط اللي تعاونت معاه في طرح المهربين هذوليك يقول شافني الضابط سطام وشفته ورحت وحضنته وحبيت على راسه وقلت شكرا على وقفتك حرفيا اللي سويتها الا قال لي بالعكس شكرا على وقفتك انت انك تعاونت معنا وقدرنا نطرح المجرمين هذوليك والله يعطيك العافيه يقول شوي قال الضابط طعم. انا لي فتره ابحث عنك وطلبت من الشرطه انها تبحث عنك في كل مكان نبغى نكافئك على الشيء اللي سويته معنا ولكن وين اختفيت وليه رحت الدوله الثانيه قلت له من قال لكم اني انا في الدوله الثانيه قال اهلك قالوا لنا انك انت في الدوله الثانيه ويقولون انك وصلت واتصلت من كابينه اتصال قلت نعم بس ليه اهلي قالوا لكم هنا عرفت ان هلي خلاص يبغون سالم يقام عليه الحد ويموت شوي اللي قال لي استرح والحين عرفت اسمك الحقيقي اسمك سالم ولا قلت لي من زمان قلت والله اني كنت خايف ولا ابغى احد يعرف اسمي الحد الان انا ساكت ما ادري متى راح يودوني السجن ويقيمون عليه الحد يقول بعد لحظات الا جاء اخوي الكبير وامي وابوي يقول اول ما دخلت الا اسمع صياح امي وتحضني واقعد احضن امي يقول امي تحضني وانا احضنها وبوس على راسها ويديها واقول يا يمه سامحيني على الشيء اللي سويت يقول واخوي ساكت وابوي ساكت الا شوي ابوي يقول لي الحمد لله على السلامه شوي اخوي الكبير يناظر فيني قال يا سالم سامحني تكفى يا سالم سامحني، قلت اسامحك على ايش؟ شو الموضوع؟ وش صاير؟ وش حاصل؟ اسامحك على ايش؟ قل لي، قال انت بس سامحني وراح اعلمك كل شيء، واخوي صار يبكي، اقول له ايش يا ولد؟ واخوي كبير، اكبر مني ب 24 25 سنه قاعد يبكي علي، قلت له اسامحك على ايش؟ انا مسامحك في كل شيء، بالعكس شكرا لك انت وعمي، الله يعطيكم العافيه، يقول قام اخوي الكبير وحب على راسه، قال اسمع يا سالم، شفت اليوم اللي قلت لك فيه ان في شخص قتل في نفس مدينتنا؟ صار اللي مات يا سالم مو هو الشخص اللي طقيته انت اللي مات واحد ثاني وتصادفت وصارت في نفس اليوم يقول من بعد ما قلت لك روح وعمي عطاك السياره صرنا نبحث عنك ليل نهار وبلغنا الشرطه انهم هم يبحثون عنك يقول يوم قال لي الكلام هذا ما ادري انا بين غضب ولا بين فرحه بين تعب ولا بين راحه بين الم ولا بين استشفاء انا ما ادري ويني فيه انا ما ادري وش راح اسوي مخي انضغط ضغط مو طبيعي قلت يعني انا كنت ماني مجرم وقاعد انحاش واخاف من ودخل وادخل مع المهربين وممكن افقد حياتي واخر شيء صرت ماني مجرم يقول شوي الامي قاطعتنا وقالت الحمد لله انك حي وبخير وهذا اهم ما عندي يقول سكت منصدم ما ادري ايش راح يصير معي بس الحمد لله اني ما قتلت احد في حياتي ولكن لحد الان انا عشت اقوى اربع شهور مرت في حياتي يقول شوي قال لي الضابط ولكن لا تحسب انك راح تفك من القانون عندك الله يسلمك تعديات انت سويتها انك انت دخلت من دوله الى دوله ثانيه تهريب ولكن وقفه الضابط سطام معاك راح نعفيك من هذا الشيء وراح نخليك من الناس اللي تعاونت عشان تحمي بلدها يقول يوم صرت انظر للموضوع كذا بنظره يعني كبيره عرفت ان كل انسان في هذه الدنيا ممكن يمر ببلاء ولكن البلاء هذا في الحقيقه مو بلاء البلاء هذا ممكن يوديك للخير او يحميك ولكن السالفه ما وقفت هنا يقول شوي قال لي اخوي شفت الناس اللي كنا بنروح عندهم الاستراحه واللي في ذاك اليوم صارت سالفتك قلت له ايوه فيهم قال طيب تدري ان الاستراحه هذيك احترقت واحد من وياي جيته إصابة في وجهه وفي كتفه قلت الحمد لله على كل حال وتذكرت كلام الله سبحانه وتعالى "وإن مع العسر يسرا" يعني لجاك جاك العسر مو معناه نهاية الحياة لو وصلت مشاكلك إلى أقصى مراحلها مو معناها نهاية حياتك ان مع العسر يسرا يعني في كل عسر مفروض ابتسم وافرح لان بعده راح يكون اليسر وما استسلم وسبحان الله اللي ربي نجاني من الحريق وخلاني اساعد دولتي في القبض على المهربين هذولي يقول شوي الا ابوي يقول وبرضه الناس اللي طقيتهم تراهم سامحينك وكتبوا تنازلهم كامل قلت يا يبا زين زين والحمد لله علي انا فيه ولكن ولكن لحد الان اتذكر الموقف الضخم اللي مر علي من شخص كان يلعب سوني وبصحة وعافية إلى شخص هارب من ظله والعدالة هنا وصلنا نهاية قصتنا في هذا اليوم أتمنى أني ألقيت هذه القصة بشكل مناسب لك حبيبي وعزيز المتابع إذا وصلت لهذه المرحلة لا تنسى تضغط على اللايك وتترك لنا كومنتك الجميل تحت في الكومنتات في فمان الله في قصة جديدة سلام عليكم